أعزائي، سعد لي صباحكم. أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. Bonjour tout le monde. Good morning. Bonjour Nofuzia. محتوى فيديو اليوم هو للإجابة كذلك على أحد أسئلتكم، ألا وهو من هم المانيفيسترز؟ المانيفيسترز هم أشخاص يتمكنون دائماً في الكثير من الأوقات من تحقيق أهدافهم. رح نشوفوا من هم ولماذا يتميزون بهذه الصفة. الموسيقى اللي تسمعوا فيها كخلفية أكيد تعرفوها، سمعتوها في أحد المسلسلات، وهي موسيقى لشخص أنا أحبه اسمه تويغر. تويغر أسيكلي. تويغر عنده مقطوعات موسيقية جميلة جدا، ممكن أهمها اللي سمعتوها أنتم في المسلسل، ولكنه شخصية جميلة جدا، يعني موسيقار هايل، وكل مقطوعاته الموسيقية جميلة، ياريت لو تتعرفوا عليه يعني. طيب، كمقدمة لفيديو اليوم حبيت أتكلم قليلا قليلا فقط، لن أسهب، لأني ممكن في يوم رح نعمل، كان طلبوا مني أحد الأشخاص، أعتقد أحد اللبنانيين، رجل لبناني كان طلب مني هذا الموضوع، وأنا وعدته أني أعمله وثم التهيت وما عملتوش، ألا وهو The Attraction Laws، قوانين الكون أو قوانين التناغم. أنا ما نسميهاش جذب، لأنه مش جذب، هذا دالفان أنت تدخل في الموجات التي صنعتها أنت، التي خلقتها أنت من خلال الكون يعني. والمانيفستر هم ناس يدخلوا في هذه الموجة يعني. المانيفسترز هم أشخاص حباهم الله بعقل قوي جدا جدا جدا، عقل مش مثل عقول الناس الآخرين، وهم في الغالب هم أشخاص يقولوا على نفسهم نحن محظوظون، بمعنى حظنا أكثر من حظوظ الناس الأخرى، لأننا نتمكن دائما من الوصول إلى الأشخاص التي نريد، ونتوصل كذلك للأهداف التي نريد. لكن الحقيقة المتخفية عنهم، واللي ممكن يكونوا يعرفوها هم كأشخاص وممكن ما يعرفوهاش، هو أن عقلهم، دماغهم ماديا يعني قوي جدا، وقوته تجعله يتحكم عن بعد في عقول الناس، like the remote control of your TV، نفس الشيء يعني. هو بمجرد ما يدخل في علاقة، أي نوع من العلاقات، عملية، عاطفية، اجتماعية، اقتصادية، شراكة، whatever، أي علاقة يدخل فيها إلا هو يكون المسيطر. لما نقول المسيطر اللي هنا، ما معنى ذلك؟ ليس معناه تعنتا أو يعني تسلطا أو إجبارا و لا أبدا. المسيطر معناته أنه يجعل الشخص الذي يقابله يقول نعم في الوقت اللي ممكن يكون قد فكر في الماضي أن يقول لا. يعني الشخص هذا بمجرد ما يدخل في احتكاك مادي مع هذا الشخص المانيفستر سيقول نعم. لماذا؟ لأن حجج الإقناع عند المانيفستر كثيرة جدا ومقنعة جدا، فتوحي إلى العقل المتلقي، توحي إليه بماذا؟ توحي إليه بالإيجابية، بأن يدخل معه في موجة تفكيره. المانيفستر مثلا لما يكون مثلا في علاقة مثل توأم الروح أو توأم الشعلة أو على حتى علاقة كارمية، هو يفكر he just believe، يأمن بشيء معين، هو فقط يفكر في شيء معين. الفكرة هذه تنتقل
تنتقل إلى الشخص الآخر، ثم الشخص الآخر يحقق للمانيفستر ما يريد. أنتم مثلا كيانجز مانيفسترز، لأنه المانيفستر في الغالب هم يانج، يانجز طاقات ترابية وطاقات نارية. اليانجز لما يرسلوا بفكرة يرسلوها بصورة مباشرة، بصورة لا تخطئ الهدف. أنا أريدك أن تفعل كذا وكذا وكذا. فالمتلقي اللي كان يوجد صعوبات لتحقيق هذه الفكرة رغم أنه كان يرغب فيها مثلا، رح يمسح كل الصعوبات بسرعة فائقة ويحقق للمانيفستر هدفه. تقولوا لي كيف ذلك؟ هل هناك تدخل للقدر إلى آخره؟ نعم، هناك يد قدرية. لماذا؟ لأن المانيفستر يتحكم في الموجات اللي يرسلها للكون. بمعنى أنه من فرط تناغمه مع الكون فرح يوصل نفس الموجة الإيجابية المتناغمة إلى الطرف الآخر. يحب مثلا أن الطرف الآخر يكلمه، سيكلمه، رغم أن الطرف الآخر يرى بي أو كان مقرر مثلا أنه لن يكلمه أبدا وإن انقلبت السماء على الأرض مثلا. فلما تقوى الفكرة عند اليانج أو عند المانيفستر، يقوم الطرف الآخر يأخذ تليفونه ويتصل بالمانيفستر. نفس الشيء اللي قلته على الاتصال طبقوها لأي شيء، على سفر، على لقاء، على اجتماع، على عمل، على شركة، على شراكة، أي شيء. أي شيء يكفي أنه المانيفستر يوضع الخطة في راسه ويركز فيها، رح يبعثها للطرف الآخر. So هو he control، هو يسيطر على عقول الآخرين. أكيد العقول الضعيفة من السهل السيطرة عليها، من السهل يعني قيادتها أو لديريجي يعني إدارتها مثل ما نريد. ولكن لما أنت تسيطر على عقل قوي، لاحظوا لما يكون قبالك عقل قوي جدا ثم يجد نفسه أنه مسيطر عليه من طرفك، فهذا معناه أنك مانيفستر. أنت مش شخص عادي، مش شخص عادي أنك تمكنت من جعل هذا الرجل أو هذه المرأة مثلا تخضع أو يخضع لرغباتك أو لأفكارك أنت. المانيفسترز عندهم قدرة فطرية، يعني مولودين بها في الغالب هذه القدرة، ولكن أحيانا يطوروها مع الوقت وأحيانا يستغنوا عليها. فأنت لما توجد واحد مانيفستر لم يحقق شيء في حياته، فاعرف أنه هذا الشخص يعني فقد الكنترول على حياته، وبالتالي فقد الكنترول على ذبذباته في الكون، وبالتالي لا يمكنه أبدا أن يسيطر على أي شخص ما، لأنه هو في الأصل لم يسيطر على حياته. وهنا بين قوسين حبيت نشير أنه تكرار التجارب السيئة في حياتكم أو في حياة أي شخص سواء كان مانيفستر أو نو، تكرار هذه التجارب السيئة هو بسببكم أنتم وليس بسبب الكون. أنتم اللي تبقوا مشاركين في اللاو أكتيفيتيز أو مشاركين في طاقة سالبة أو طاقة منخفضة، فلذلك تبقوا في هذه الطاقة ما تخرجوش منها، وتبقوا أكيد تندبوا حظكم وتقولوا لماذا أنا وقع لي هذا، أو لماذا أجذب مثلا دائما أشخاصا سيئين. لأنك أنت تسبح في السيء، فمن الطبيعي أنك تجذب أشخاصا سيئين. وكان طرحت لي أحد السيدات سؤال حولها، قالت لي
ما ذنب مثلا أطفال صغار طفل تعرض إلى الاغتصاب 3 مرات من طرف 3 أشخاص مختلفين؟ ما ذنبه؟ ذنبه أنه حتى ولو كان روحا صغيرة، روحا صغيرة، ولكن الروح الصغيرة مفطورة على الخوف ومفطورة على التمرد، فلو تمرد في المرة الأولى وأخبر والديه بأنه تعرض للتحرش وتعرض للاغتصاب، أو أخبر أحد الناس، مش شرط حتى لو كانوا الوالدين مهملين، أخبر الشرطة وأخبر الدركة وأخبر أي شخص بهذا، لن تتكرر هذه التجربة. فأنت كلما ظلمت نفسك كلما تعرضت للظلم، يعني أنت إذا قبلت على نفسك المهانة والظلم سيظلمك الكون، لأنك أنت لم ترفع الظلم عن نفسك، أنت ما رفعتوش عن نفسك، فبالتالي لا تنتظر أن الكون يرفعه عنك، ستجذب إليك دائما الأشخاص الظالمين. طيب نرجع لموضوعي. في الحقيقة هناك صفات يتميز بها المانيفستورز، راح نعطيها لكم الآن بسرعة لأني مش راح أتعرض للموضوع بكل جوانبه. إذا مثل ما كنت نقول الآن، أول صفة يتميز بها المانيفستور أنه يرفض، يرفضونهم ناس يرفضون المشاركة في نشاطات طاقية منخفضة، يعني لما يصير قلق حول موضوع ما ويكونوا فيه ناس حولهم يدوروا في نفس النقطة يعني ويتكلموا فقط في الجوانب السلبية من السيناريو، فهم يطفوا بطاريتهم ويبتعدوا، يعني they take some space نفسهم، ثم يبعدوا ويبتديوا في الملاحظة والتفكير. المانيفستورز غالبا هم ناس لا يتكلمون كثيرا، بل يقضون معظم وقتهم في ملاحظة الناس، ملاحظة سلوكاتهم، ملاحظة المواقف والتفكير، وغالبا ما يخرجوا بحلول جيدة جدا بعد فترات تفكيرهم. يعني هم عندهم القدرة يطلعوا للسطح رغم عمق المشاكل والسلبية اللي ممكن يكونوا يسبحوا فيها. الخاصية الثانية، هم يعطوا لنفسهم دائما أقوى فرص النجاح. أوكي؟ هم يعطوا دائما نفسهم أقوى فرص النجاح، يعني يجذبون لهم دوما الأشخاص التي تحقق لهم أهدافهم. يعني ممكن المانيفستر في 2016 يعرف شخص ويحافظ عليه في حياته، أوكي؟ وهذا الشخص سيساعده في 2020 على تحقيق شيء ما، رغم أنه وهذا يعني ماذا؟ قبل الأمر، هذا يعني ماذا؟ يعني أن المانيفستر متمكن جدا، متمكن يعني خبير في ماذا؟ خبير في تصنيف ذبذباته، خبير في تعامله مع قانون الجذب أو مع الكون. ف المانيفستر يحقق لنفسه دائما أحسن الظروف لما يريده، حتى وإن كان لا يعرف بالضبط ما يريده العام المقبل. يعني هو اليوم يحط لنفسه الظروف اللي حتساعده العام المقبل، رغم أنه ما يعرفش بالضبط ماذا يريد في العام المقبل. إلا أنه نفسيا راح يحضر الظروف المناسبة لتحقيقه، لتحقيق هذا الهدف. يعني لماذا؟ لأنهم يؤمنون بأحلامهم بقوة، مما يجعل نهاياتها دائما سعيدة. يعني معظم الأوقات نهايات حلمهم هي التحقق، عندهم ان سيت اب، برمجة في مخهم، عندهم ان سيت اب للنجاح في المخ، يعني ما يخضعوش تماما للفشل. ثانيا الخاصية الثالثة، مش الخاصية الثانية، لأن الخاصية الأولى كانت قلنا أنهم يشاركوش النشاط السلبية. الخاصية الثانية يعطوا نفسهم البست، يعني فرص النجاح الأحسن. الخاصية الثالثة أنهم هم يفهمون أن الجيد أو الخير قد يأتي في أي موقف، يعني في كل المواقف، مهما كان التحليل أو البرونوستيك غامض أو مظلم، مهما كانت النتائج مش مليحة، هم دائما يشوفوا أنه مليح
لهم ما وقع لهم. يعني الضربة مثل ما نقولوا الضربة اللي ما تقتلكش تقويك، هذه هي المبدأ اللي يمشوا عليه. هما ياخذوا الدروس باستمرار ولا يكلون لا يملون أبدا من التعلم، يتعلموا باستمرار. الخاصية الرابعة، هم يرون بوضوح الأفكار التي تحد من تطورهم. يعني إذا كان لديك طموح وتعجز دائما عن تحقيقه فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه لديك مشكل ما، لديك نقطة ما تحد من تصورك، أو لديك عائق ما يحد من إمكانية تحقيقك لتصورك أو لحلمك. اوكي، حواجز عقلية في الغالب. يعني مثلا انت اتيتخ ديكزامبل، تحب تكون محاضر عالمي في ستاند فيه 1000 أو 2000 شخص أو 3000 شخص، فيجي عقلك يقول لك لا انت خجول، انت مش راح تقدر تتكلم بدون ورقة لمدة ساعة، انت مش راح تنظم افكارك، انت مش راح كذا، انت مش راح كذا. وهذا مش صحيح، لانه بمجرد ما تقوم انت دو فيزواليزي او تقوم تتصور روحك وانت تحكي مع ناس او انك تحاضر الناس في مدرج وتتالف، يعني ادابتيشن، تعمل ادابتيشن مع هذه الفكره، راح تنزع هذا الحاجز العقلي. فالمانيفستر هو هكذا، المانيفستر يحدد بدقه ما هو الحاجز الذي يوقفه ويعمل على إزاحته بسرعة حتى يمر، ما يضيعش وقته. يعني الخاصية الخامسة، هم يركزون على ما يريدون. يعني هو بغض النظر عن ما يريده الآخر منه، الكثير من الناس في الغالب يحبوا ينجحوا أو يحبوا يوصلوا لشيء معين حتى يثبتوا للآخر أنهم نجحوا، مثلا في الحصول على وظيفة ما، مثلا حتى يثبتوا للأولياء أنهم جيدون أو أنهم تمكنوا من الحصول على الشيء اللي حبوا عليه. المانيفستر لا، المانيفستر يعمل لأجله فقط وليس للآخر. يعني هو يحقق أهدافه ومركز على نفسه 100%، 100%. يعني مهما كانت صعوبة المهمة فهو يجزئها إلى أجزاء، يعني يعملها بارسلز، هكذا أجزاء ونقاط، ثم ينتقل بين هذه النقاط بهدوء ويأخذ الوقت اللازم من الكل حتى يعمل أموره بصورة جيدة. النقطة السادسة، الصفة السادسة اللي تميزوا بها، أنهم يشغلوا الأيادي مبكرا. من بين الأخطاء الشائعة عند الناس أنهم لما يعملوا بروجكت يبقوا يفكروا أو يقلبوا الأمور في ذهنهم مرات ومرات ومرات لكثير من الوقت. المانيفستر لا، المانيفستر إذا استدعته فكرة ما أو مشروع ما أو حلم ما فيبدأ به بسرعة، لأنه بحدسه القوي وعقله المدبر يعرف أنه كل ما طول كل ما ظهروا البوغات والمشاكل في طريق تحقيقه. لذلك فالكون لما يبعث لك فكرة معينة تثير شغفك وتحبها، فلابد أنت أن تستفيد منها. حاول تستفيد من حماستك للفكرة وتبدأ بمشروعك بسرعة، قبل ماذا؟ قبل أن تبرد، قبل أن يقل حماسك، قبل أن يقل حبك. أوكي؟ هذه الصفات اللي ذكرتها الآن هي الصفات اللي تجعل منكم مانيفسترز، أشخاص يحققوا أحلامهم ولو بعد حين. يعني لا يتخلون أبدا عن أحلامهم، وتجاربهم في الغالب كلها واحدة. بمعنى المانيفستر لما يدخل في تجربة مش مليحة أو تجربة سيئة فهي لا تعود إلى حياته. He can put a stop، يقدر يعمل نقطة توقف لأي شيء سلبي في حياته ويخرج منه بسرعة، يعيش ويخرج منه، يعيش يومين 3 أيام إلى آخره ثم يخرج منه. عكس الطاقات الأخرى أو الناس الأخرى اللي ممكن يكون هذا الفشل سبب قوي في أنها تتوقف أو في أنها توقف الحلم أو البروجكت اللي بدأت فيه.
كان هذا محتوى اليوم، أتمنى أنني كنت جاوبتكم بوضوح عن هذا السؤال الذي تكرر كثيرا. سأتمنى لكم كل الحب وأن تكونوا manifestors of your dreams. كل حلم بدأ بفكرة صغيرة جدا، يعني أحيانا تكون سخيفة. فكرة الفيسبوك لما بدأت كانت سخيفة، واليوم أصبح أكبر منصة عالمية. سأتمنى لكم كل الحب وكل الخير. دمتم سالمين، دمتم طيبين. مع السلامة.